صباح الخير يا مازن. صباح النور يا حبيبة مازو. هو وسيم كان هنا ولا أنا كنت بحلم؟ وبعدين إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ أنت بتهرب لبس من الجمرك ولا إيه؟ لا أنا سمعت إن الجو النهاردة برد جدا، فقلت ألبس تقيل عشان أتدفى وما أخدش برد. أنا أسفة يا مازو إني ما اتخلقتش بطانية عشان أدفيك من برد الشتاء. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. هو طبعا حاجة حلوة إن احنا نسمع كلام دكتور أيمن، بس مش بالأفوارة دي يعني. هو إيه اللي ما اتخلقتش بطانية يعني؟ كنت هتبقي مبسوطة دلوقتي لو أنتي بطانية؟ عشان أعمل لك كده. بس أنت معاك حق، يعني هي فعلا أوفر شوية، معلش. ليه يا شيماء السكة دي يا شيماء؟ ما كنا ماشيين كويس ليه؟ بص يا مازو، أنا عايزة يعني أقول لك حاجة عشان نبتدي مع بعض صفحة جديدة. قولي. معلش على كل علقة ضربتها. ثانية يا شيماء، لا بلاش الكلام ده. معلش على كل ثانية جبت فيها سيرة أهلك بالشتيمة. خلاص خلاص. معلش على خلاص. كل قفا وشلوت زرفتهولك. خلاص خلاص كفاية. إيه 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 يا مازو؟ ما هو دكتور أيمن اللي قال لازم نعتذر لبعض عشان نبتدي مع بعض صفحة جديدة. مش بالطريقة دي. في مليون طريقة تعتذري لي بيها بكلام تاني، يعني في أنا آسف، في لا مؤاخذة، في حقك عليا، حاجة تانية غير الكلمة دي. كلمة إيه؟ معلش. أيوه خلاص يا مازو. بقول لك يا شيماء، شيماء خلينا نسمع كلام الدكتور ونتعامل برقي شوية. رقي إزاي؟ يعني إيه رأيك مثلا النهاردة إن إحنا نخلي كلامنا كله إنجليزي؟ فكرة هايلة جدا. I'm so sorry مازو. I'm so sorry too. I'm sorry three. حبيبتي ربنا يخليك. You are. قولي لي ساعدك. هو انا ازاي اقول لك بالانجليزي؟ معلش. بقى اوعي. ليالي الغرام. ايه ده؟ مازو بيه؟ ازيك يا مازو بيه؟ ايه مالك في ايه؟ طب رد السلام حتى. اوعى. حرام. حرامي؟ يبقى كده؟ ماشي. معلش يا زمن. بتقول حكم حبكت يعني دلوقتي؟ ايه ده؟ ما تخسرش والله، الشتا جاي. ماله ده؟ بقول لك ايه؟ الكلام اللي حصل بينا ده ما يتحكيش لوسيم. هو ايه اللي حصل ما بيننا؟ الكلام. ماله؟ ما يتحكيش لوسيم. انهي كلام؟ اللي حصل بينا. ماله؟ ولا؟ ايه؟ بقول لك ايه، انا مش فايق لك. اعمل اللي بقوله وخلاص. حاضر. حاضر. ايه ده؟ ماله ده؟ اتفضل. اخلص اخلص يا وسيم، متأخرين. حاضر. ايه ده؟ ايه ده يا مستر وسيم؟ مين الراجل اللي شبهك ده؟ يكونش ده الراجل اللي بعتها اللعب عشان يلعب مكاني؟ لا لعبة ايه؟ لعبة ايه يا جميل؟ والله اشتري ببيتك، ما تقولش كده. ده اخويا الكبير، اخويا الكبير قوي حبيب وسيم. شبهي؟ قوي. بس انت احلى. قوي قوي. حبيب وسيم اعرفك، ده جميل جمال. يبقى ثانيه واحده، هو الطقم المذهب ده افاد البشريه في حاجه؟ لا ما اظنش خالص. يبقى مش عايز اعرفه. مش عايز يتعرف عليا. انا ملاحظ ان الكلام حروفه اتلخبطت ومحتاج يتظبط من اول وجديد، وانا هظبطه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ انت بتعمل ايه يا احمق؟ انت يا ابني عار على البشريه، ويانا يا انت في الكون ده. انا احمق يا ازرق؟ وبعدين انت اللي لابس احمق مش انا، هتعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ انا هوريك هعمل ايه. وسيم كلم لي حلف شمال الاطلس.